السلام عليكم، اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطه. النهارده معانا درس جديد بعنوان الصياد والسمكه. اولا هنتعرف على افكار الدرس. الصياد الكسلان يستيقظ متاخرا، الكسل لا ياتي بالرزق، الصيادون النشيطون رزقهم الله لاخلاصهم في العمل. تسلل ضوء النهار الى حجره الصياد وامتلأت شوارع القرية بالناس، وكانت الشمس حانية على وجوه الصيادين الذين قاموا مع الفجر سعيا إلى الرزق. خرج الصياد من بيته بعد الضحى يفرك عينيه متسائبا، يحمل شباكه الممزقة، وسار على مهل حتى ساقته قدماه إلى حافة البحر، وأقحم رجليه في الماء كسلان متراخيا يقول لنفسه: ماذا لو جلست هاهنا وتدافعت الأسماك إلى شباكي؟ وكانت الأمواج تعلو وتزحف نحو الشاطئ حتى تضرب قدمي الصياد. انتبه الصياد وطرح شباكه في الماء، انتظر طويلا حتى وقعت سمكة كبيرة في شبكته. فرح الصياد وفي أثناء السحب رأى شيئا يبرق تحت الماء، فألقى الشبكة بسرعة في الماء وأمسك ذلك الشيء فوجده صدفة فارغة كان يحسبها درة ثمينة. وفي هذا الوقت أفلتت السمكة من الشبكة ونظرت إلى الصياد في سخرية وفرت إلى الماء. عاد الصياد إلى بيته يحمل شبكته الفارغة حزينا مهموما، وكانت أغاني الصيادين تملأ المكان فرحة بالرزق الوفير نتيجة الجهد الكبير. مفردات الدرس: تسلل دخل بهدوء، حانية عطوفة ورقيقة، سعيا اجتهادا، متسائبا كسلانا، الممزقة المقطعة، سار مشى، مهل ببطء وبهدوء، أقحم أدخل، متراخيا كسلانا، تدافعت تزاحمت، يبرق يلمع، درة ثمينة لؤلؤها غالية، أفلتت هربت، سخرية استهزاء، فرت هربت، الفارغة الخالية، الرزق الخير، الوفير الكثير. أسئلة يجيب عنها الطالب. عاد الصياد إلى بيته يحمل شبكته الفارغة حزينا مهموما. هات معنى مهموما. وما مفرد أغاني. وما جمع المكان. وما مضاد فارغة. ولماذا عاد الصياد إلى بيته حزينا؟ ولماذا كانت أغاني الصيادين تملأ المكان؟ استخرج من العبارة كلمة بها حرف مشدد واذكر الحرف، واستخرج من العبارة أيضا كلمة بها لام شمسية، وكلمة بها تاء مربوطة، وكلمة بها مد بالألف.